السلام عليكم، معكم أمين كدرة. إذا أول مرة بتشوف القناة، أنا بقدم محتوى خاص بالحيوانات الأليفة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك واشتركوا القناة وفعلوا زر الجرس. خلينا نبدأ الفيديو على بركة الله. مثل ما شايفين بعنوان الفيديو، شريط البابا الدقة الهندي. هو موديله صاير كتير كيوت، بس وقت برجع اشيله بصير متمصص الدماغ. طلع هلا اهم شيء ما تواجهوه، انه وقت اللي عطكن ما تسحبوا لكم تعملوا هيك تاخذوا تجيبوها، لانه من هالشي راح يعطكم زياده وعوضكم. وموديله الكيوت الحلو. وظهور هذا البابا ظهر في غرب وشرق اسيا، ومن البلد اللي فيها موجود فيها بكثافه الهند وباكستان. مع تطور الطفرات هو اللون الاصلي هو الموجود الاخضر، مع تطور الطفرات صار في مثل الالبينو مثل اللاتينو مثل الفضي ومثل الازرق، يعني تشكلت الالوان. ولهيك يعني انه الفرق بين الالوان الاسعار راح يكون فرق منيح، يعني فرق تقريبا الدبل. يعني مثل هذا مثال 500 درهم مثال، يعني هذاك اللاتينو والالبينو في فرق بينهم 500 درهم، يعني فرق منيح. وطار يعني كتير حلو وكيوت. يعني بيتبع هذا البابا لان انواع البابا مثل الكاسكو والمكاو، وفي عنده الايجابيات اللي فيه بيحسن يتكلم، يعني بيحسن يتكلم من كلمه لعشرين كلمه ويمكن اكثر كمان، يعني مثل السلام عليكم، مرحبا، بابا، حبيبي، طلع، اسامي، بيحسن ينطقها وبكل وضاحه. والايجابيات اللي فيه كمان طول البابا، طول البابا بوصل ل 35 سم وال 40 سم. في كتير انواع من الدقة، في مثل الدقة الهندي والدقة الباكستاني والدقة النيبالي. الدقة النيبالي موطن المعروف هو النيبال، ومشهور كمان كتير بأمريكا. والدقة الهندي مشهور بالهند، والدقة الباكستاني مشهور بباكستان. والفرق بين الدقة الهندي والدقة النيبالي بيجي عن الجناح. الدقة الهندي بيجي جناحه أخضر بالكامل، أما الدقة النيبالي موطن الأصل النيبال ومشهور بأمريكا، بيجي على كتافه هون على جناحه احمر. بيجي طول الدقة النيبالي من 40 ل 55 سم، 40 سم ل 55 سم. وفي الدقة الباكستاني هن ثلاث انواع بيجوا، كمان الدقة الباكستاني بيجي طوله بال 25 ل 30 سم، وما شفت تفاوت ولا عم بتكلم. يعني الفرق بين الذكر والانثى بيجي من عند الطول، مثل ما شايفينه البرغاس، وبيجي الذكر بيجي عند الطوق الاسود. مع الايام كمان بزيد بصير وردي او خمري او احمر، اما الانثى ما بيجيها الطوق ابدا ابدا. ومتى انه بجهزوا من العمر السنتين، وان شاء الله جاهزات وجاهزين للانتاج. وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عندكم اي سؤال زيدوا تعليقات وخبروني، وش تحبوا احكي عن انواع واشتري انواع زيدوا كمان خبروني تحت الفيديو. الله فينا لكم، السلام.